هتكلم عن موضوع مهم جدا في العيون وخصوصا طبعا الشبكيه. الموضوع ده يعتبر تاني اشهر حاجه ممكن نقابلها في عياده العيون واحنا في عياده الشبكيه لو بنشتغل شبكيه، طبعا بعد الدايابيتيك انتروباسي والفين اوكلوجن اللي هو الايدج ريليتد ماكيولار ديجنريشن. دلوقتي احنا بقينا بنفكر في الامراض مش بس ازاي نعالجها او احنا نعالجها ازاي، لا احنا بقينا بنفكر كمان المرض ده لو ما اتعالجش او حتى لو اتعالج ممكن ياثر على الاقتصاد ازاي وياثر على الدول ازاي. احنا للاسف ما عندناش احصائيات دقيقه في مصر بتتكلم عن الايدج ريليتد ديجنريشن في مصر عامل ازاي، لكن انا هوريكم الاحصاءات اللي موجوده في اوروبا وامريكا. طبعا هو واحد من اكثر الامراض اللي ممكن تعمل بلايندنس. في 2014 كان في 11 مليون واحد في اليونايتد ستيت و170 مليون واحد وورلد وايد. 170 مليون واحد وورلد وايد ده مش دقيق طبعا، لان طبعا في دول وخصوصا دول العالم الثالث ما بقاش فيها الاحصائيات دقيقه. في 2040 متوقعين ان يبقى في 22 مليون واحد في اليونايتد ستيت و288 مليون وورلد وايد، يعني تقريبا الموضوع هيتضاعف. هيتضاعف لسببين، علشان الديتكشن بتاعه بقى اسهل وبدري اكتر مع احتياج الناس للفيجن. الحاجه الثانيه ان اعمار الناس في اوروبا وفي امريكا بتبقى ازيد شويه، يعني الناس ممكن تقعد لحد 75 80 وده اصلا ايج ريت فبيظهر في السن الكبير. هو مسؤول عن 26% من فقدان البصر في اليونايتد يوروب في الاتحاد الاوروبي، وتقريبا نسبته كده بتبقى ما بين 9 ل 25% عند الناس اللي هم من 65 ل 75 سنه. ولو خدنا بالنا هنلاقي النسبه فاريبل قوي من 9 ل 25%، لان في فعلا في دول فيها نسبه قليله واحنا مش عارفين النسبه القليله دي علشان الديتكشن بتاعه بسيط ولا علشان هم فعلا كميتهم يعني كميه الناس قليله. يعني مثلا المرض ده بيشوف الكوكيزيان اكتر من الـ من الـ من الاجناس الاخرى. يعني هو لو انا عندي عيان عنده ايدج ريليتد ماكيولار ديجنريشن في عين تقريبا بنسبه 43% العين الثانيه هتصاب بهذا المرض. بالنسبه بقى للاكونومي 4.6 بليون دولار كانت الدايركت هيلث كير انيوال كوست في الاي ام دي في اليونايتد ستيت. يا اما بسبب العلاج اللي بنديه علشان نعالج المرض ده وده مكلف جدا اللي هو الحقنات زي ما هقول لكم بعد كده. والحاجه الثانيه تاثيره على الاقتصاد، لان البيشنت ده اصبح ديسيبل كفيجن فمش قادر يقوم باي حاجه في الاقتصاد فده بيأثر على الاقتصاد. الايدج ريليتد ماكيولار ديجنريشن ده احنا هنقسمه لدراي نون اوكسيداتيف وويت اوكسيداتيف. وعلى غير المعتاد يعني احنا الويت ده هو اللي بيعمل المشكله الاكبر وهو اللي بيعمل فيجوال ديسابيلتي اكتر. فالحمد لله ان الدراي ده بيمثل 85% من حالات الايدج ريليتد ماكيولار الاي ام دي والويت ده بيمثل 15%. لما اقول يعني ايه دراي؟ يعني عيان عنده دروزن، يعني عيان عنده دروزنويد بي اي دي او جيوغرافيك اتروفي. جيوغرافيك اتروفي يعني ده عيان ال ام دي بتاعه بدا اتروفي، يعني في ماكلر اتروفي فالعيان مش شايف. وده دراي يعني ما مرش على سي ان دي وعمل ليكج والليكج ده مثلا عمل سكار، لا ده وضع تاني خالص هنقوله تبع الويت. يعني احنا ممكن نقسم الدراي لايرلي وليه. الايرلي دروزن واللي هي الدروزنويد بي اي دي والجيوغرافيك اتروفي، والويت الايرلي اللي هو السي ان في والليت ديسيفورم سكار. الايدج ريليتد اي ديزيز ستادي اللي هي الار دي سي دي الدراسه الام اللي احنا بنعتمد عليها في الدايجنوزس وفي التشخيص وفي التريتمنت بتاع الايدج ريليتد ماكيولار ديجنريشن. قالت احنا هنقسم الاي ام دي لفور كاتيجوريز. اول كاتيجوري ده عيان مش هقول ان هو عنده ام دي، ده يا اما ما عندوش او فيو سمول دروزن اللي هم تقريبا من 63 مايكرو ملي. الايرلي ام دي ده عنده من سمول او فيو انترميديت او ماكيولار بيجمنتري تشينجز. انا ده هعتبره كاتيجوري تي كاتيجوري 2 وده اللي هسميه الايرلي ام دي. بعد كده عندي الانترميديت ام دي
الميني سمول دروزن دول خلاص السمول دروزن مش هيخش معايا في كاتيجوري 3. كاتيجوري 3 هيبقى معايا في الاكستنسيف انترميديت بدل ما كانوا فيو وات ليست وان لارج دروزن والجيوغرافيك اتروفي نوت انفولفينج الفوفيال سنتر. بعد كده الادفانسد اي ام دي بقى ده عنده جيوغرافيك اتروفي مؤثر على الفوفيا نفسها او كورويدال نيوفاسكولار ميمبرين اللي احنا بنسميه الويت اي ام دي. ده التقسيمه اللي قالتها الايدج ريت ماجنيشن ايس ديزيز ستادي عن الاي ام دي، والتقسيمه دي هتفيدنا قدام في العلاج زي ما هنشوف دلوقتي. طيب عيان الاي ام دي ده بيجي يشتكي من ايه؟ الحقيقه ممكن العيان ده يبقى اسيمتوماتيك، يعني لو عنده فيو سمول دروزن ده مش هيشتكي، ما عندوش مشكله اصلا في النظر، وساعات بنكشفها بالصدفه كده واحنا بنفحص قاع العين. او الشكوى الثانيه يقول الله انا عندي النظر بيضعف بالتدريج وما بعدش بعرف اقرا وملامح الاشخاص اللي قدامي مش قادر افسرها كويس قوي. دي الحاجات الاشيع، لان احنا مركز الابصار بتاعنا مهم جدا لرؤيه التفاصيل والقراءه. زي ما اتفقنا الديفيكالت ريدنج برضو، بس الحاجه المهمه جدا اللي انا ممكن اركز عليها واللي تخليني اعرف ان العيان ده عنده ماكيولار ديزيز هي الميتامورفوبسيا. الميتامورفوبسيا يعني ديسفيجرمنت للصور. بنكتشفها ازاي؟ في عندنا حاجه اسمها الامستر جريد. الامستر جريد ده عباره عن كارت كده 10 سم في 10 سم متقسم مربعات، بنخلي العيان يبص على العين، بيبص على النقطه السوداء اللي في النص وهو لابس نظاره القراءه، ونشوف ونقول له هل الخطوط اللي حواليه الدايره دي معرجه او مكسره او معوجه؟ ساعتها دي بنسميها الميتامورفوسيا. الحاجه الثانيه ان ممكن يجي يقول لك والله انا حاسس ان على وش الشخص اللي قدامي بوتشه سوداء، دي اللي بنسميها سنترال اسكوتوما. دي الحاجات السيمتومز اللي ممكن العيان يجي يقول لنا عليها. هنبدا بالدراي ام دي. الباثولوجيز بتاعها مش لازم نركز معاه قوي، هو اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل او على فكره دي ثيوري، يعني حاجه مش اكيد هو السبب، دي ثيوري احنا يعني بيتكلموا عنها ان غالبا بيحصل كده. بيحصل ليبيد وبروتين اكيوميليشن اللي هي بتعمل الدروزن، ده بيعمل سيكننج في البروكسيمال برين، وخلي بالكم ان البروكسيمال برين ده هو البارير اللي بين الار بي اي والكرويد. فالبارير ده لو اتكسر هو اللي بيخلي يحصل نيو فاسكولاريزيشن او ميمبرين يخرج من الكرويد ياثر على الريتنا. الحاجه الثانيه لما بيزود بيقلل فلويد افلكس ما بين الار بي اي للبروكسيمال برين، يعني انا دلوقتي لو عندي فلويد في الار بي اي، الار بي اي دي بامب، البامب بتاعت الار بي اي دي جزء من البروكسيمال برين، فالبروكسيمال برين ده لو اتاثر لا الفلويد اللي عند الار بي اي مش قادر اشفطه او اوديه ناحيه الكرويد عشان يتصرف. فده بيعمل ستريس على الار بي اي بيخليه ضعيف ويخلي البروكسيمال برين ضعيف، فيؤدي ان السي ان في يقدر يكسر البروكسيمال برين ويعدي. فده بيحصل فيزيكال ديسبيسمنت كوزد باي دروزن، بيحصل اريا اوف هايبر بيجمنتيشن، وساعات بيحصل ار بي اي سيل بروليفريشن فيعمل هايبر بيجمنتد. اول حاجه زي ما اتفقنا في الدراي ام دي هي الدروزن، والدروزن دي حسب حجمها هقسمها لسمول وانترميديت ولارج. احنا اتفقنا قبل كده ان احنا لما بنيجي نقيس ليجن في الفانتس بنقيسه بالديسك دايمتر، لكن لما تيجي تبص على الدروزن الصغيره دي صعب ان انا اقيسها بالديسك دايمتر لانها صغيره جدا. ففي عندنا كاليبر تاني حاجه بنقيس بيها، واللي هي الكاليبر بتاع الفين عند الاوبتيك نيرف، ده سمكه تقريبا 125 مايكروميلي. فقالوا لو نص كام؟ نص ال 125 تقريبا 63. فقالوا لو الدروزن دي اقل من 63 مايكرو ملي انا هعتبرها سمول دروزن، لو هي بين 63 ل 124 هعتبرها انترميديت دروزن، لو اكتر من 124 هعتبرها لارج دروزن. ازاي اعمل ايفالويشن للدروزن او بشوفها ازاي؟ الحقيقه احنا عندنا انفستيجيشن كتير بنشوف بيها الدروزن، زي مثلا الاوتو فلوريسنس. الدروزن دي من الخصائص بتاعتها ان هي هايبر اوتو فلوريسنس، يعني هي اوتو فلوريسنس من غير محقن صبغه. لو انا حطيت الفلتر بتاع الفلوريسين هلاقي هتلاقي مدياني صوره هايبر فلوريسنت، وشكلها في الفندس بيبقى زي الصوره اللي هي دي، شكلها زي ما احنا شايفين كده وايتش ميلوش ماتيريال كده زي البروتين عامله اكيوميليشن، تبقى تقريبا تحت الريتن. شكلها في الاو سي تي بنلاقيها تحت الار بي اي كده عامله هامبس في الار بي اي، وفي الاس بي انجيو لما هصورها مش هلاقي فيه ممبرين. الجيوغرافيك اتروفي وده النوع الثاني من دراي اي ام دي، زي ما اتفقنا بنشوف المنظر ده، بنشوف عندنا بيجمنتيشن وار بي اي اتروفي هنصوره،
بالفلوريسين والفوتو فلوريسنس مش هنلاقي عندنا دروزن، ممكن نلاقي حتت هايبر فلوريسنت مع حتت هايبر فلوريسنت. الحتت الهايبر فلوريسنت ده بيبقى فيها الار بي اي لسه الاكتيفيتي بتاعته عاليه شويه، والحتت الهايبر فلوريسنت بنلاقي الاكتيفيتي قليله شويه. لو خدنا بالنا هنلاقي ان الاتروفي ده واخد كل حته دي ما عدا الفوفيا. هنبص هنا هنلاقي الفوتو ريسبتور لسه فيه حته انتكت شويه هنا، ونلاقي كله مفيش هنا كله اتروفايد في الفوتو ريسبتور. وكمان لو خدنا بالنا هنلاقي في البريفرا هنا في شويه دروزن في البريفرا. ده الدراي هين دي، وده اللي بيمثل 85% من حالات الهين دي. نيجي بقى للويت ام دي، وده اللي فيه المشكله وده اللي احنا بنحتاج نعالجه. الويت ام دي ده بقى قصه كبيره جدا، هو له قصه كده. احنا ممكن ساعات نسمع اوكال سي ان دي، نسمع تايب 1 سي ان دي. زمان ما كانش في عندنا او سي تي، كان عندنا فلوريسين انجيوجرافي. فلما كانوا بيصوروا الاي ام دي بالفلوريسين انجيوجرافي كان بيبقى عندنا حاجه من اثنين، يا اما الليكج بتاعها هيكون قوي جدا وعامل حلقه كده او بنسميها الليس باترن، ساعتها قال لك ده خلاص ده هسميه كلاسيك سي ان دي. ولو لقيت الليكج بتاعها ستيبل او منقط او ضعيف او بيظهر ليه، قال لك خلاص ده مش واضح قوي هسميه اوكالت سي ان دي. يبقى الكلام ان انا اقول كلاسيك واوكالت ده في الفلوريسين انجيوجرافي، لحد ما طلع الاو سي تي. لما طلع الاو سي تي وبدانا نصور بالاو سي تي، جينا نبص اللي احنا بنسميه اوكالت ده لقيناه اوكالت علشان هو بيظهر تحت الار بي اي، فالار بي اي ده مش بيخلي الليكج قوي قوي فيقدر نصوره كويس. اما الكلاسيك سي ان دي لا، ده كسر الار بي اي كمان وخرج بعد الريتنا فواضح، فبقى نسميناه تايب 2 في الاو سي تي دلوقتي، وهشرح لكم بالتفصيل قدام. في تايب 3 بقى ده بيبدا من الريتنا، ملوش دعوه بالكرويد خالص، بيبدا من الريتنا، وبعد ما يبدا الريتنا ينزل تحت السبريتنا سبيس، بعد كده ممكن يبقى يعمل انستموس مع الكرويد وبنسميه تايب 3 او ريتنا انجويتس بروفيشن. زي ما اتفقنا الاوكلت تايب ده بيخرج من الكرويد زي ما احنا شايفين كده، ويبقى موجود تحت الار بي اي، وممكن يعمل طبعا ليكج في الريتنا عادي خالص، ويبقى ممكن معاه ار بي اتاتشمنت. اما التايب 2 والكلاسيك لا، ده بيكسر الار بي اي ويوصل لتحت الريتنا، وعشان كده وده هو الكلاسيك تايب اللي هو اي تايب 2 ار بي اي، ويبقى العيد بتاعه على فكره اسهل واحسن من السب ار بي. الراب زي ما اتفقنا بيعدي بستيج، ستيج 1 ان هو يبقى في الريتنا نفسها، وبعدين بعد كده يروح السب ريتنال سبيس يعمل لنا ميمبرين، وبعد كده يروح تحت الار بي اي ويعمل لي انستموزس مع الكرويدال فيزل، ويبقى اسمه ريتنال انجيوجرافيك بروفيشن. طيب الاكزامينشن، احنا اتفقنا ان العين هيجي من تامورفوبسيا، هيجي بجرادوال بروشن فيجن، هيجي يقول لك انا مش عارف اقرا كويس، انا الدنيا مغششه قدامي. هبص عليه هشوف ايه الحاجات في الفانتس اللي ممكن اشوفها في عيان ويت اي ام دي. اول حاجه ان انا الاقي مثلا هيموريدج، او ان انا اشوف الممبرين نفسه بيبقى جاي شويه زي الصوره دي، او ان انا اشوف هيموريدج المالتيبل ليفل، سبريتنال هيموريدج، بيريتنال هيموريدج، وفيتريس هيموريدج. ودي من الحاجات اللي بتخش في الديفرنشال دايجنوز بتاع فيتريس او هيموريدج المالتيبل ليفل، سبريتنال وريتنال وابيريتنال. بيخش مع الماكرو انيوريزم والتروما، دول الحاجات اشهر حاجات تعمل هيموريدج المالتيبل ليفل. او ممكن يعمل سيفير اكسوديشن كده، لان احنا اتفقنا ان هو ممبرين وممكن يعمل اكسوديشن لليبد، ويبقى سبريتنال حتى اكسوديشن في النجلكتد سي ان. طيب اعمل انفستيجيشن، ايه اول انفستيجيشن اتفقنا ان هي قسموا عليها السي ان دي؟ الفلوريسين، وقلنا ان هم قسموها لاوكل وكلاسيك. لو خدنا بالنا على تايب 1 سي ان دي اللي هو الار بي اي، لو خدنا بالنا من شكل الليكج بتاعه هنلاقيه ال ديفاين ستيبل، يعني منقط كده، انا مش قادر يعني ادي باترن معين للليكج. والتايب 1 سي ان دي يبقى شكله كده ليكج منقط ومش واضح. تايب 2 بقى بالعكس، ده بيبقى تحت الريتنا على طول، كسر الار بي اي وخرج تحت الريتنا، فالليكج بتاعه ممبرين بيبقى اوضح، واشوفه كلينيكالي احسن على فكره كمان، ويبقى يدي الليسي باترن او يبقى حلقه كده واضحه جدا زي الصور دي. وده برده تايب 2 سي ان اللي هو الكلاسيك. ممكن بقى ساعات يبقى عندي ميكس تايب، يعني
تايب 1 مع تايب 2، يعني في سي ان دي سب ار بي اي وكمان سب ريتينال. بيبقى عندي هنا الاستيبل ليكج زي ما احنا شايفين كده، ومدي برده نفس الليس باترن او الدايره الليكج اللي في النص دي، تبقى تايب 2 مع تايب 1 في عيان واحد. عشان كده قسموا السي ان دي زي ما اتفقنا عن طريق الفلوسين انجيوجرافي لحاجتين، يا اما كلاسيك يا اما الفايبروفاسكولار دي اي دي او اللي هو ستاب ار بي اي واللي هو تايب 1. فقالوا والله لو هو الليكج بتاعي ايرلي انتنس هايبر فلوريسنت باترن وليسي ده غالبا تايب 1 تمام، او الفايبروفاسكولار بي اي دي اللي هو تحت الار بي اي ورافع معاه الار بي اي ده يبقى هايبر فلوريسنت، ممكن يبقى ايرلي او ميد فيز تمام، وفي الاغلب هو بيبقى ليت شويه تمام، ويبقى ستيبلد يعني منقط ومش بياخد الليسي باترن بتاع الكلاسيك. في نوع بقى ثالث اللي هو الليت هايبر فلوريسنس، ده نوع من تايب 1 بيظهر ليكج ليه. طب ده بيعمل لنا مشكله جامده جدا، وعشان كده الاو سي انجيوجرافي حللنا الدايليما دي ازاي بقى. العيان بيبقى سي ان دي حقن او ما حقنتوش، ممكن لو ما حقنتوش يتحول لايه؟ للسكار. اللي حضر معايا محاضره الفلوريسين انا قلت ان السكار بيحصل له ستيلينج، والستيلينج ده هايبر فلوريسنس ليه؟ فانا لو عملت له فلوريسين ممكن ما اقدرش اعرف العيان ده عنده ستيلينج من سكار ولا ليه ليكج من سي ان دي. الاو سي انجيوجرافي زي ما قلت لكم هيحل لنا المشكله دي، وهقول لكم ازاي حلها. زي ما اتفقنا تايب 1 سي ان دي ده عيان عنده ممبرين تحت الار بي اي، الار بي اي اعرفه ازاي في الاو سي دي؟ هو الموست هايبر ريفلكتيف لاير في الاو سي دي، اللي هو اكتر لاير منوره كده في الاو سي دي اللي هو ده. هنيجي نبص هنلاقي الممبرين كله تحت الايه؟ تحت الار بي اي. في ليكج طبعا الفلويد هنا مش مشكله. هنا برضه منظر ثاني اهو، الار بي اي مرفوع اهو، وكمان هنا سي ان دي، وهنا سبرتنا الفلويد. في فاريانت ثانيه من السب اللي هو تايب 1 سي ان دي، اللي هو الهيموراجيك بي اي دي. ده بيشنت عنده ممبرين تحت الار بي اي بس مش ملايك بقى فلويد، لا ده ملايك بلاد وعامل هيموريدج جامد. الهيموريدج دي من خصائصها ان هي عندها هايبر ريفلكتيف نيتشر، فبيحصل ايه؟ بتقوم تعكس الضوء كله وتخلي تحتها جيت بلاك. ده كل ده هيموراجيك في اي دي، طبعا ده تحت الاي دي. لو خدنا بالنا هنا ده فاريان تاني من تايب 1 سي ان دي اللي هو اسمه فايبرو فاستر بي اي دي، وقدام شويه هقول لكم كل انواع البي اي دي ازاي ونفرقها من بعض. ده الفايبرو فاستر بي اي دي، ده فاريان تاني من تايب 1، وده برده زي ما اتفقنا برده هيموراجيك سي ان دي. تايب 2 ده سي ان دي كله فوق الار بي اي، لو خدنا بالنا كده اهو الار بي اهو 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 والسي ان دي فوقيه، هنا برده الار بي اهو 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 والسي ان دي فوقيه، هنا الار بي اي اهو 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 والسي ان دي فوقيه. معلومه مهمه جدا عايز اقول لكم عليها، في احنا طبعا بنتكلم عن اتش ليدر، بس احنا عندنا حاجه اسمها سكندري سي ان دي زي مورفيك سي ان دي مثلا. كل السكندري سي ان دي في الاغلب تايب 2، يعني كلها فوق الار بي اي. العيان ده على فكره عنده بيريفابيلر سي ان دي. في بقى عندنا الميكسد، لو خدنا بالنا الار بي اهو 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 تمام، عندي سي ان دي تحت وكمان سي ان دي فوق، فده ميكس تايب 1 اند 2. طيب النوع الثالث الراب بقى اللي هو ريتنال انجيوجرافيك بروفيشن، ده علشان اقول ده ريتنال انجيوجرافيك بروفيشن لازم القطه بدري، القطه قبل ما يتحول لان يبقى معاه كونديكشن مع الكرويد. لو ما لحقتوش وهو معاه كونديكشن مع الكرويد هيبقى ساعتها صعب ان انا افرق بين التايب 3 وتايب 1 و2 تمام. هو بيبدا كده بليكج في الريتنا ونلاقي الار بي سليم والبروكس ممبرين سليم، ومع ستيج 3 زي ما اتفقنا بيوصل لتحت. طيب احنا بقى هنا عندنا البيجمنت اللسان اتاتشمنت. البيجمنت اللسان اتاتشمنت ده عباره عن ثلاث انواع اربع انواع لازم لما اشوف عيان عنده دي اي دي اكون مركز جدا ده انهي واحد فيهم، لان كل واحد فيهم بيديكيت حاجه مهمه لازم انا اركز فيها. اول حاجه عيان عنده درزنويد بي اي دي، يعني الار بي اي ديتاتشد بسبب ان تحتيه دروزن كبيره قوي رفعت الار بي اي، ولكن ما عنديش ليكج، الراجل ده ما عندوش اكتيفيتي، ده عباره عن دروزن بس كبيره شويه. هعرفها ازاي؟ اول حاجه ومهمه جدا
هركز فيها الريفلكتيفيتي تحت الار بي. لو هي هوموجينوس هايبر ريفلكتيف يعني كلها هايبر ريفلكتيف وكلها لون واحد، ده في الاغلب الدرزنويد دي دي زي المنظر اللي شايفه ده، كلها هايبر ريفلكتيف رفع على الار بي اي ومفيش ليجج اصلا فوقيها، فده الدرزنويد بي دي. النوع الثاني هو السيروس بي اي دي، ده بقى هوموجينوس ولكن كلها هايبر ريفلكتيف. هنبص هنا ده لون واحد بس كله هايبر ريفلكتيف ومفيش برده اي ليكج. في الاغلب السيروس بي اي دي ده ممكن يجي ايديوباثيك يعني ملوش سبب، وممكن يبقى جزء من السي اس ار. النوع الثالث اللي اتكلمت عنه الهيموراجيك بي اي دي، ده عباره عن بي اي دي بس تحتيه هيموراج كتير جدا، فعامله سيفير هايبر ريفلكتيف على السيرفيس وتحتها جيت بلاك هايبر ريفلكتيف. النوع الرابع الفايبروفاسكولار بي اي دي، واللي هو عباره عن عندي تحت هنا هيتروجينس ريفلكتيفيتي مش زي دول هوموجينس، تمام، حته غامقه زي دي كده وحته هايبر ريفلكتيف زي دي، ده بيبقى فايبروفاسكولار بي اي دي. يعني ايه؟ يعني انا عندي ممبرين اللي هو الحته الهايبر ريفلكتيف مليكه شويه فلويد اللي هي الحته الهايبو ريفلكتيف، وده ده وده يعتبروا تايب 1 سيجنال فيزا ما اتفقنا.